التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله. وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. دي الناس قاعدين معاك عايشين هنا وكتبهم قاعدة هديلة، فهمت؟ شيوعيين سودانيين ذات وكتبهم قاعدة. أفتح البيان الشيوعي في النت، قال فالشيوعية مؤلف كارل ماركس وفريدريك إنجلز، ديل الأحيو فكر الإلحاد في هذا الزمان. قال فالشيوعية تلغي الدين، تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الدين وتلغي الأخلاق عوضا عن تجديدهما. وقال ماركس في كتاب الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية صفحة 8، قال وبما أن حواسنا لا تؤمن بغير الأشياء المادية فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، فقط وجودي أنا أكيد. ديل الشيوعين. ونحن في الجامعة دي ناقشنا، أنا ناقشت في كل الطب شيوعي هناك في الطب وفي تمريض في علوم. إن عندكم واحد ما أعرف عنده حزب اسمه مين كده، لكن هو قاعد شيوعي نفس الفكر بتاع الشيوعين. وناقشنا في جامعات كثيرة، في جامعة الجزيرة والنيلين، وفي جامعة كردفان، في جامعة كسلة، في جامعة السودان، حتى في واحد في السودان هناك كان معنا، جاء خش في الركن قال لي أغنعني إنه الله فيه. في جماعة طبعا هموا أن يأخذوه، قلت له ما زول ذاك ده خلوه ننجم وبعد ذاك القاسمة لو الله بيلقاه إن شاء الله. فقلت له أنتوا بتقولوا إنه الله ما في صح بنظرية الصدفة، أنه عندهم نظرية اسمها إنه الإنسان وجد في الكون صدفة. ونحن بنجيب لك أعظم النظريات بتاعتهم، وهي نظريات عبارة عن يعني مغالطة، بس نفسي نفرين بيتغالطوا، زي ما قالوا واحد نفرين بيتغالطوا قالوا ديك طيرة، واحد قال دي غنماية، طيرة غنماية، طيرة غنماية، واحد قال لهم كده نمشي عليها نهشة، إذا طارت تبقى شنو طيرة، إذا ما طارت معناها غنماية، قال له خلاص تمام. مشوا هناك هشوها قامت طارت، ده قال له عنزة وإن طارت فذهبت مثلا. فده الشغل الآن الموجود، ما في لكن علم، لا في علم دنيوي ولا في دين ولا في فطرة ولا في عقل يقبل أن الله غير موجود. قالوا وجد الكون صدفة بالنظرية أول حاجة بتاع داروين، تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع. الناس اللي قروا علوم وقالوا علوم أحيائية وأحياء وغيرها بيعرفوا الموضوع ده. قلت له طيب داروين ده قال أصل الإنسان عبارة عن خلية أولية كانت في مستنقع قذر، ثم تطورت عبر نظرية النشوء والارتقاء، ومع أنها ما عندها علاقة. نظرية النشوء والارتقاء تنص على أن البقاء للأقوى، بس ما عندها أي علاقة بالشغل بتاع الشيوعين ده. يعني قالوا الغزالة دي بيكون في قطيع بتاع غزلان، بتجي الأسود تهجم الغزالة التعبانة، الأسد بيلحقها، والقوية بتجر، بفضل في القطيع شنو؟ فضل شنو؟ الأقوى. ده اسمه شنو؟ نظرية الانتخاب الطبيعي. فهم قالوا بالنظرية دي إنه الإنسان كان خلية أولية بعد ذاك تطور. قلت له طيب، لأنه ما دار يقول لك إنه الله خلق الخلية الأولية دي، لأنه ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وما دار يناقشك بهذا المنطق. قلت له طيب، من أين جاءت الخلية الأولية؟ الخلية الأولية دي جاءت من وين؟ قال لي كانت في المستنقع، والله بهذا اللفظ، كلام ده 2008 في جامعة السودان الجنوبي. قلت له طيب المستنقع جاء من وين؟ جاء من وين؟ يقول لك قال لي ما كان قاعد ما لقى حجة. بعد ذاك لما يتعصر قال لي طبعا في نظرية اسمها الانفجار العظيم. قلت له طبعا ناس الكيمياء بيعرفوا انه الانفجار لابد فيه من بيئة انفجار ومواد منفجرة والانفجار وفي عامل بتاع اشتعال وكلام زي ده. طيب من أين جاءت هذه النظرية؟ جاءت من وين؟ ما أعرف. عشان كده العلماء قالوا عقل الإنسان يا أخواننا عقل قاصر لا يدرك جميع الأشياء. عشان كده لما اليهود قالوا للكفار أمشوا أسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، ربنا قال أو اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ربنا قال ويسألونك عن الروح
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن الناس بمعاملهم وبأجهزتهم وبتقدمهم هل وصلوا إلى حقيقة الروح؟ ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ ما عرفوا، ما قدروا يصلوا. لماذا؟ لأن ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم، وربنا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قليل الذي اكتشفه بنو آدم إلى الآن، قليل، والذي سيكتشفه بنو آدم قليل. بعد ذاك قام قال، هو كان بيقرأ في الإسلامية وقال جا جامعة السودان عشان يبرطع وكذا، والخلط ما فيه حاجة. بعد ذاك قلت له جيب أختك عشان نخلطها، الزول انخلع والشغلة جاطت وكذا، بعد ذاك الناس عرفوا باطل. الشاهد من الكلام دي النظرية الأولى، نظرية داروين، وداروين ذاته يتكلم عن النظرية دي، قال وتبقى الحلقة المفقودة في هذه النظرية من أين جاءت الخلية الأولية، جاءت من وين؟ ده الموضوع. عشان كده العلماء قالوا وجود الله سبحانه وتعالى يدل عليه الفطرة والعقل، لابد يكون. ما ممكن يا أخواننا النظام هسي الليلة المسجد ده فيه مراوح موزونة وزنة معينة، فيه لمبات موضوعة في محل معين، فيه المحل بتاع المصاحف فوق محل الإمام، المحراب، الفرش، المراوح وضعت بنظام معين. لو جاء واحد قال والله أخواننا الموضوع ده كله جاء ساكت، كان في ثلاثة مراوح برا هنا والميم جو خاشين الجامع، مش الزول ده طوالي بتسوقه وتقدمه للتجاني الماحي، بتقدمه وتدفع له مقدم كمان، صح؟ لأنه ده ما ممكن عاقل يقوله، ما ممكن عاقل يقول أن هذا الكون وجد صدفة، ولا يمكن أن يكون هذا الكون بالنظام العظيم والنظام الدقيق وجد صدفة. شكد الذي يذكر دائما عن أبي حنيفة أنه لما ناظر السمنية وضي طائفة بالهند قام دارين يناظروا، قال له دارين نناظرك في وجود الله، قال لهم تعالوا لي بعد كم يوم، لقوا الإمام قاعد وقالوا له يا إمام فيما تفكر؟ جئناك للمناظرة. قال أفكر في أمر عجيب. قالوا وما هذا الأمر العجيب؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. سفينة بشيل البضاعة وكده وتنزلها، والكونتينرات والحاجات الكبيرة دي والعربات والشحنات، وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. قالوا أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ قال أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وليس عليها حمال ولا ربان، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ عشان كده أخواننا بيقول لك وجود الله العقل ده ما بحصله، العقل ده العلماء قالوا العقل ميزان دقيق لكن لا يصلح لقياس أي شيء. واحد يقول لك يا زول هوي والله أنا عقلي ده عقل صعب، الترمومتر ده بيجيب لك بالملي، كويس؟ ناس الكيمياء لما يجي يعملوا كوبري ولا يعملوا خزان بيجي يفتشوا يقول لك الأرض دي فيها شنو كده رسوبية، ولو عملنا علب هنا بتنزل وكده، بيدرسوا وهنا بشيل كم طن وهنا ما بشيل كم طن، في قياسات، لكن القياسات دي ما بقيسوا بأي حاجة. لو جبت ترمومتر وخطيته في شوال الأسمنت بيعرفوا لك كم كيلو؟ ها؟ لو جبت ميزان ذهب خطيت فوقه قنطار بتاع دخن بيوزنوا لك؟ ما بيوزنوا. عشان كده أي حاجة عندها مقياس، عندها حد. ولذلك أخواننا العقل لا يستطيع أن يصل إلى 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 حقيقة وجود الباري تبارك وتعالى، بمعنى إنه يصل ويعرف ذات الرب تبارك وتعالى هذا لن يصل إليه، ولكن يمكن أن يصل إلى الإيمان بالله وأن الله موجود وأن هذا الكون يدل على وجوده تبارك وتعالى. فديل يا أخواننا دي المسألة الأولى، الإنسان يؤمن بوجود الله، وربنا ناقشها في القرآن. في ناس بيقول لك يا زول ما تناقشنا بالقرآن، في علمانيين يقول لك يا زول القرآن ده ما بندخله في السياسة عشان ما تناقشوا بالقرآن، أو يقول لك القرآن ده أنا ما بقدر أناقشك به عشان ما تطلعني كافر.
لكن ناقشني بالمنطق. يعني كأنه القرآن شنو يا أخوانا؟ كأنه القرآن ده حق الناس البلدة اللي ما بيفهموا. يا هل أنت يا 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 ملحد أنت ما مؤمن بوجود الله؟ القرآن ده أنت اعتبره أي حاجة. ربنا قال في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ناس المنطق بيسموه ده أسلوب السبر والتقسيم. يعني أنت عندك أربع خيارات ربنا ذكر لك في سورة الطور: إما أنت تكون وجدت من العدم أم خلقوا من غير شيء. وده من ناحية منطق ما بيجي. لو جيت قلت لي المناديل دي جات من العدم بتجي؟ ما بتجي، لأنه هنا في مصنع وفي علامة تجارية مسجلة. لو مشيت عملت منديل قريب له بيفتحوا فيك بلاغ في الملكية الفكرية، صح؟ ما وجد صدفة. الميكروفون ده ما وجد صدفة. التلفون الجلاكسي ما وجد صدفة، ما وجد من العدم. ربنا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الذي أوجده الله هل يمكن أن يكون هو موجدا لنفسه؟ يعني هل ممكن نقول يا أخواننا الميكروفون صنع نفسه؟ بس بمعنى بسيط كده ممكن نقول الميكروفون صنع نفسه؟ ما ممكن. ده الخيار الثاني: أم خلقوا السماوات والأرض. طيب هل يعقل إنه الميكروفون بيصنع ساوند سيستم مثلا، أو بيصنع عربية؟ شوف القرآن ده جايك واحدة واحدة. يا إما تقول لي أنت جيت من العدم، وده ما بصدق وشنو عاقل. إما تقول لي أنت أوجدت نفسك، ولا يمكن أن يكون المفعول فاعلا، لا يمكن أن يكون المحدث محدثا، وإما أن يكون صنع ما هو أكبر، وهذا أيضا ممتنع عقلا. ويبقى الخيار الرابع، وهو أن لهذا المخلوق خالقا عظيما مدبرا كاملا في صفاته أوجد هذا المخلوق، وهو الله سبحانه وتعالى. عشان كذا نظرية الصدفة دي نحن في المعامل بتاعتنا ما بتنفع. لو دار تجي تعمل لك تجربة في معمل فيزياء ولا كيمياء، بيقول لك أول حاجة فيه، أول حاجة تعمل اختبار للأجهزة بتاعتك تصفرها، مش بعد ذاك تكرر التجربة عشان تجتنب شنو؟ الخطأ، مش الخطأ البشري. وفي كم حاجات عشان تضمن إنه التجربة دي أقرب إلى الصواب، تديك شنو؟ النتيجة القريبة. وفي بعض التجارب بيعمل لها متوسط، صح ولا ما صح؟ شوف الكلام ده كيف. ولذلك يا أخواننا الإنسان الضعيف يشك في الله الخالق. ربنا عشان كده قال: وفي أنفسكم، أي من الآيات، أفلا تبصرون. في نفسك واحد تلقاه شيوعي يشرب الموية، الله يكرمك ويمشي الحمام، أنت ما تفكرت الموية دي خشت كيف وحصل لها جوا شنو ومرقت كيف؟ دي كلها لو خشيت المستشفيات دي مشاكل طويلة جدا، دي فيها تخصصات، فيها ناس عندهم نظارات وبروفات وزمالة في بريطانيا. الموية دي تخش بس فيها زمالة في بريطانيا. ربنا الشيوعي أنعم عليه ويأكل من أكل الله، وما شاء الله بطنه دي طاحونة يطحن ساي، فهمت؟ والغذاء يمش في عروقه، والدم ينقل في الأكسجين يتنفس ويعاين بعيونه ويسمع ويحس ويشم. دي كلها نعمة. ما دلتك على إنه الرب سبحانه وتعالى رب عظيم؟ حصل لقاك زول بيشم بيضمينه من باب الخطأ كده، يعني من باب الخطأ. هسي لو مشيت شركة التايوتا بيقول لك بعض مرات فيها الكوريلا الموديل الفلاني فيه خطأ، النظام بتاع الفرامل بيقول لك فيه مشكلة، النظام بتاع الحماية بتاع الإيرباك في موديل معين ما بيفتح معاك طوالي مع الحادث، ده موت جاهز يقول لك أنا ما ممكن أشتري الكوريلا دي. ده لأنه صنع منه ابن آدم. طيب صنع الله كيف؟ ليه ما حصل لاقاك؟ بعد ده ما دار يؤمن. عشان كده يا أخواننا شوف الفطرة والعقل والعلم ده. عشان كده النظريات الشيوعية سحبت من الأوساط العلمية في الستينات أو في نهاية الستينات من هذا القرن.
فأول مسألة ودي أخواننا ذكرناها مهمة جدا، لأنه أنتم بتلقوا شيوعيين قاعدين هنا في الجامعة أساتذة وغيرهم بيحاول يصل لك للإلحاد، بيحاول يصل لك إنه الدين ده عبارة عن أفكار بتاعت بشر معين. عشان كده الشيوعيين قالوا ليس صحيحا أن الله هو الذي خلق الإنسان، وإنما صحيح أن الإنسان هو الذي خلق الله، لأن الله عبارة عن مجموعة من الأفكار التي اخترعها الإنسان. فلسفة إلحاد وكفر إبليس ما يقوله، إبليس ما يقوله كويس. ده جانب، ده الأمر الأول، والموضوع طويل جدا وفيه كتب ومراجع ونقاش طويل. المسألة الثانية أن تؤمن بربوبية الله، وهو أن الله هو الخالق المالك السيد المتصرف في جميع الكون. ربنا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. عشان كده إبراهيم عليه السلام حج المشركين الأوائل حجهم، أقام عليهم الحجة بأن بيّن لهم الآيات التي في السماوات والأرض والنعم التي أنعم الله بها عليه. عشان كده إبراهيم قال في سورة الشعراء قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه؟ قال الذي خلقني فهو يهدين. المشركين دي كانوا مقرين بها. والذي هو يطعمني، الله بأكلني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال دي الله، دي كلها ربنا بيعملها، عشان كده أنا بعبد الله. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه ليس لله أنداد، لكن اليوم الدين عندنا ما يتفرق، وجابوا له أفكار جديدة، طرق موجودة وشيعة موجودين وأحزاب وغيره. تمسك الدين الرسمي الآن في السودان اللي هو التصوف تلقى حاجات عجيبة. الكلام اللي قلت لك الأدلة والذكرت هذه غالب الناس والحمد لله عارفيننا، لكن في كثير من الناس ما عارفيننا، يعني الطلبة يعني كويس. الليلة بتلقى طرق قائمة على إنه غير الله بيخلق، طرق قائمة على إنه غير الله بيتصرف في الكون، طرق قائمة على إنه الولي بيملك الكون، طرق قائمة على إنه الأولياء ماسكين الكون بيدينهم. ده كله موجود عندنا في السودان ولا تمرق برا. طرق الصوفية الموجودة في السودان، أمسك كتاب مثلا سراج السالكين لود بدر، ده قال أولياء الله الكمل ثمانية. أنت عارف الكلمة دي خطيرة، الكلمة دي خطيرة شديد، لأنه أنت لو ما بقيت ولي لله ما بتخش الجنة. ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده قال أولياء الله الكمل ثمانية، معناه نحن كلنا وين يا ناس؟ نحن كلنا في النار. قال ثمانية في اليمن وثمانية في وأربعة في اليمن وأربعة في السودان. ناس السعودية مرقوا وناس سوريا مرقوا وتاني ناس منو ناس مصر مرقوا والبلد شت مرقت، بس أربعة في اليمن وأربعة في السودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، قال وأما الذين بالسودان ذكر منهم حسن وتحسونة، وذكر منهم ود بدر ده، ودفع الله المصوبا، قال وسمي بمصوبنا الحضرات. قال ومن كراماتي أنه جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. قال ده كلامه كده، وفي مدحة بتمدح الزول ده، قال دفع الله المصوبا الشريف نسبه جر الشمس، دي مدايح سودانية ناس، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شنجلوك قلبوا. شوف الكلام ده كيف انت اخوانا، الموضوع ده اذا صح الناس ديل والله طابور خامس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ممكن تخلي إسرائيل يا أخي تبي جر الشمس جر إسرائيلي
اعمل لها قطره كده اقطرها مع الشمس دي، بس اخلي الشمس دي لافه بها صينيه. يا اخي الشمس ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بعدين الشمس دي قال لك اكبر المحيط بطاعه كده اكبر من الارض بالاف المرات. انت الشمس دي بتمسكها بشنو؟ نفترض انه الملائكه بتجروا الشمس، بتجروها بشنو؟ الدابه دي بتجيب لها حبل بتمسكوا بها بتجروا، صح؟ الشمس بتمسكها بشنو؟ ده ما سؤال. كان قلت لي حديد، يا تو حديد اللي بكفي، حديد الواطا بكفي حق الشمس، كان عملوا لك لجام عشان تجر به الشمس. يا ناس ده ما كذب هسي، ده كذب كفر بالله. قال جر الشمس مع الملائكه ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا. وليه جر الشمس؟ قال اصلا الشيخ رسل الحواري يجيب له المويه عشان يتوضا. ليه هنا ما عندنا معاك مشكله. قال مشى البحر، بعدين التمساح اكل الحوار اللي اسمه جلوك. قال لغايه دار يصلي العصر، لغايه ما الشمس خلاص دار تقع، فقام قال لهم يا ناس وين جلوك؟ الشمس ما وقت العصر ده ما فات. قاموا قالوا له جلوك اكلوا التمساح. فقام الشيخ جر الشمس رجعه ومشى البحر لجلوك، نادى التماسيح، انت تمساح ولا شنو؟ كويس. طبعا دار يوصلك انه زي سليمان عليه السلام ممكن يتكلم مع الطير ومع التماسيح وكله. قال ناداهم كل التماسيح جات برا، قال لهم وين التمساح الاكل جلوك؟ قالوا له هذا لي. قال له امرك جلوك؟ ما بمرك امرك، في النهايه مرق جلوك. قال طوالي طلع السبحه وضرب التمساح انقلب حجر. كان تعملوا طرمبه ان شاء الله عشان يقلب مويه للناس او يقلبوا ساقيه. ده ما كذب. قال بعد ذاك جر الشمس وصلى العصر ورجع ثاني. طيب الناس صلوا العصر موضوعهم كيف؟ يا ناس دي عقائد، والله دي عقائد بيعتقدوها بشر الليله موجوده. دي لو سالت عنها ابو جهل بيقول لك ده ما وصلنا، والله يقول لك ده ما وصلنا. جر الشمس مع الملائكه ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا. قال والرابع احمد الطيب البشير، ده شيخ المجموعه القائمه الايامات دي في الاعلام، ناس الازيرك والبرعي والفاتح البرعي والخنجر ومحمد مصطفى الياقوت ومين، ده شيخهم احمد الطيب البشير السماني. ده قال ربنا ملك الكون 33 سنه فما نقص منه جناح بعوضه. 33 سنه ما نقص منه جناح بعوضه. وربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده ملكوت كل شيء. قل فعل امر للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا به المشركين، مقررا لهم لعقيده الربوبيه التي يقرون بها، ومستدلا لهم بها على توحيد العباده. هم عارفين الموضوع ده. قال لهم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، فسيقولون لله. المشركين فسيقولون لله. السمانية قالوا لا، احمد الطيب البشير. يا ناس نحن حصلنا مراحل بعيده. بعد ذاك يجيك واحد اخو مسلم عيان يجي يقول لك لا الصوفيه ديل ما تتكلم فيهم، ديل ناس دخلوا الاسلام في السودان. كذاب باعتراف الصوفيه. في كتاب طبقات والضيف الله صفحه 8 الجامعه دي طبعت الكتاب ده وعملت له مؤتمر بجاي، شيل يمين بجاي وامرك بغادي قاعه الشارقه، احتفلت به. والجامعه دي طبعت الكتاب، امرك بجاي شيل شمال مطبعه جامعه الخرطوم، طبعه بيضاء واسم الضيف الله مكتوب بالاحمر وفوق بالظهري، فهمت؟ ما لازم الشغله دي بقت فيها بلاغات وحاجات، الحمد لله نحن جازين لها. ها؟ وكل ما تفتح بلاغ، انا ما اعرف ليه ذاته اهل الضلال ديل بيجوا يفتحوا بلاغات، انت بتفتح بلاغ ليه؟ ما تعالى راح التلفزيون نحن بندفع لك حق الحلقه، فهمت؟ ونجي نتناظر قدام البشر دي عشان الناس تعرف الحق من الباطل. يمشي يفتح بلاغ، انا كتبت، انا قلت لك اكتب، انت كاتب ليه؟ عشان نمشي له بلاغ وما بلاغ، ليه تكتب انت؟ اخر حاجه صوفي اسمه الخنجر قال غير الله بينزل المطر، قام حكى له قصه في المولد. قال نحن عندنا في السودان لما المطر ما ينزل بعد مرات بنمشي للشيوخ وطوالي قاعد مع الشيوخ. قال بتدفع البياض بيدوك مطر، قال حواشتين سوا بيناتهم تقنت ولا ترس، قال فيهطل المطر هنا وتمنع انت لانك ما دفعت البياض. وشيخ عنده مطر ماله ما دار الديني معه، فهمت؟ يا اخ بس طرف السحابه، اديني طرف السحابه ان شاء الله يقوم الليل سرابتين، انت مالك معي؟
وده ذاته بيع حرام ذاته، لأنه ده بيع ما لا تملك. أنت بتملك المطر، ده بيع ما لا تملك، ده بيع حرام ذاته. زول بيبيع لك ويقول لك أنا زي تبيع لي زول، تقول لي شفت الفدانين ديل؟ ما في أي حاجة. يقول لك شفت الفدانين ديل؟ ديل إن شاء الله أنا اديتك لهم بعشرة مليون، اشتري مني أنا بجيها لك. هو لسه ما زرع، ده بيع بجوز، ده بيع ما لا تملك. مشى لي قال عجبك عجبك، ما عجبك تفتح بلاغ في الشرطة، وهو الفاتح البلاغ. هو ما عجب، بعد ما قال الكلام ده ما عجب، قال بعد ذاك مشى قدام قال أهبي تسأل الله، ها قال يجيك وهاب يقول لك ما تسأل الله. ودي ذات شرف لنا والله، هذا شرف. زي ما داك قال ابو كلام داك قال تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه، فهمت؟ ده شرف عظيم جدا. قال يجيك وهاب يقول لك ما تسأل الله، أهاب تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. لقاك كفر زي ده قاعد الآن. والقال الكلام ده دكتور اسمه الخنجر صلاح الدين البدوي الخنجر، بيقري التفسير في جامعة أم درمان الإسلامية لطلاب كلية الطب. سترهم الله وحفظهم الله، وده المفروض يدخلوه المشرحة عشان يبقى معمل لطلاب كلية الطب. ده المفروض يملفه فورمالين عشان الناس تشتغل فيه ذاته. ده والله ما بينفع يعيش مخلوق زي ده. زول يجحد نعمة الله. ربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون. أنت بتفسر في شنو ذاته؟ ده سؤال له، سؤال لجامعة أم درمان الإسلامية. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنتم نزلتوا من فوق ولا ربنا نزل؟ والله يا أخواننا البلد دي حصلت مراحل. يا أخي في كتاب القادرية قصيدة طويلة قال أنا كنت مع ولي نشأة في الحب من قبل آدم، وسري سرى في الكون قبل النبوة. أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. ده بتاع الطريقة القادرية تبع محمد سعيد القادري والدلمرين والعركيين والبدر وما عارف ليك مين، كلهم تبع الطريقة دي. قال أنا وكنت مع نوح أشاهد في الورى. ده بتاع القادرية، كان مع نوح عليه السلام. قال بحارا وطوفانا على كف قدرتي. قال الطوفان بتاع نوح ده كله قاعد على كف قدرتي. احنا شايفين نوح عليه السلام وكيت راكب السفينه، ولده قال لي ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ده قال كله كان على كف قدرتي. قال انا كنت مع ابراهيم ملقا بناره، وما برد النيران الا بدعوتي. انا كنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان الا بفتوتي. وده طبعا فيه اتهام الله بالجهل، لانه نزل الكبشين منه ربنا سبحانه وتعالى. قال وكنت قال مع إدريس لما ارتقى العلا، وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. أنا كنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي. عصى موسى الدربية البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. قال شال مننا نحن ذاته ديال القادرية. قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء، وما برئت بلواه إلا بدعوتي. أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا. وش ربنا قال بيتكلم في المهد ويكلم الناس في المهد وكهلا. قال لا لا لا، اللي يتكلم في المهد ده أنا، ده القاب بتاع القادرية، ما عيسى عليه السلام. قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. بعد ذلك قال وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن كيما تعرفون حقيقتي. طيب الزول ده أخوانا متواضع، قال أنا الله. لو دار يفخر بيسوي شنو؟ ده ما سؤال، ده كل أخوانا قاعد. ده غير بتاع الختمية. قال أنا الجليس على العرش المحيط، كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. فهمت؟ وده غير هنا عبد المحمود نور الدائم بيخلق خروف، خروف عديل. قال جو ضيوف، فهمت؟ ضيوف قالوا للشيخ داير ضيوف. الشيخ قال للجماعه بتاعنه يا اخواننا جيبوا لنا خروف نضيف الجماعه دي. قال فتش عبد المحمود نور الدائم ابو عبد المحمود ذريه بعضها من بعض في الضلال، فهمت؟ فده
قال لولده جيب خروف أو قال للحوار جيب خروف، والحوار حكى لعبد المحمود نور الدين في كتاب الكوس المترعة في مناقب السادة الأربعة. طبعا السادة الأربعة دي الملك دي البطعين السمانية. قال والله يا أخلي عد ده تفرقة، ده تفريق للدين. قال مشى يفتش خروف مالقة، فتشوا البلد كلها مالقوا خروف. أنا ما أعرف الناس ديل كانوا قاعدين في الصين ولا قاعدين في في رأس الخيمة كلها سيراميك ما في خروف، الحاصل شنو ما بعرف. المهم قال فتشوا مالقوا، قام الشيخ قال لهم أقول لكم حاجة أكفلوني جوا الخلوة، قام قفلوا. قال بعدها قال لهم افتحوا الباب، قال فتحوا الباب، قال فإذا خروف أو كبش عظيم، قال وتحته مثلث الغزالي. معناه شنو يعني كده وروني معناه شنو؟ الشيوخ رسلوا له رسالة في الواتساب ولا الحاصل شنو؟ ما كده وروني معناه شنو يعني؟ معناه ده خلق مع الله، معناه خلق هذا الكبش مع الله سبحانه وتعالى. وكلام كثير موجود هنا في الكتب بتاعتهم دي، وكلام يضحكك ذاته. عند الصوفية إنه الملائكة بتعصي الله، ربنا قال لا يعصون الله. أنا ما دار أوريك إنه يا أخواننا ما في عقل بيغنعني إنه ده زول بيعبد الله كثير، بعد شوية زول ده ضل لغاية ما حصل المرحلة دي، ما في زول بيقدر يغنعني بالكلام ده، دي أصلا ما عندهم علاقة مع الدين ومع الإسلام نهائي. فهمت؟ ده قال الشيخ قاعد، قال بعد شوية قال نزل شبح من الجو لا يدري به الحاضرون، هذا اللي في النصرة العلمية دي. قال بعد شوية الشيخ طار مع الشبح فوق، قدمه الشيخ طار من عن قريب وطار طوالي، وجا راجع وجا جاز انه تعبان ولا عرقان ما بعرفه. قالوا له الشيخ الحاصل شنو؟ قال هذا ملك حصلت منه هفوة فاستشفع بنا إلى الله فقبل الله شفاعتنا فيه. الكلام ده فيه من الكفر أولا إنه الملائكة بتعصي الله، وده مخالف للقرآن والآية، الناس الحمد لله كلهم حافظين. الشيء الثاني إنه الملك وقع في الشرك، بقى مشرك الملك على حسب كلام عبد المحمود نور الدين، لأنه قال فاستشفع بنا إلى الله. يا أخو إبليس سأل الله طوالي، الملائكة تجيبك إنت في النص؟ إبليس لما عصى ربنا سبحانه وتعالى وربنا قال له فاخرج منها فإنك رجيم، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. سأل الله طوالي ولا جعل واسطة، ما خلى له واسطة، لا قال البادراب ولا قال يا آدم ولا قال يا محمد عليه الصلاة والسلام ولا قال يا نبي الله نوح ولا قال يا نبي الله جبرائيل. عرفت؟ ده إبليس الكافر الملعون سأل الله طوالي. تجي تطلع الملائكة أسوأ من إبليس، وربنا قبل الشرك، وده نمرة ثلاثة كفر نمرة ثلاثة، الله قبل الشرك. ربنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وربنا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وربنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله بعد الإذن لمن يشاء ويرضى. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف الأعظم وعند المقام المحمود، وهو المقام المحمود في الشفاعة الكبرى، لما يسجد الناس يمشوا للأنبياء كلهم من آدم عليه السلام لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كلهم يتأخروا عن الشفاعة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتقدم فيقع ساجدا تحت العرش، قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أحسنه الآن. بيدعو الله دعاء عظيم ولا يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام حتى يقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم بيستأذن ربنا ولا يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام حتى يأذن له ربه تبارك وتعالى. تجي أنت توقع الملائكة تطلعهم مشركين. هنا في الكتاب ده قال واحد من المريدين قال كان بيعبد الله عبادة كثيرة، قام الشيخ يوم من الأيام قال لي يا بني ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة. شو أنا يا أخوانا شوف الكلام بلاوي العصر النادي. قال لا أنت ما شاء الله النوبة دي قربت تقدها،
وذكر جد ومهيوبة وكشاكيش وبالجرة اللالوب الليل كله لالوبة يا لالوبة لالوبة لخدامة وشقموش وأكاكين أكا وسكاكين سكاكين وفكاكين فكاكين وأكوك أكيكا في كيكي وأؤس أسيسا في سيسي وأؤم أميما في ميمي. فهمت؟ ده كله قال له بجيه، لكن ما له قال لنا درجتك ناقصة. انتوا يا اخوانا ضحكتوا ليه؟ في حاجة غلط؟ قال له انت مالك ناقص الدرجة. بعد شيء قال له لعل أباك مات وهو غير راض عنك. قام قال له أروح ورينا قبر أبوك. طيب انت قبر أبوه ما عارفه، عرفته كيف ناقص الدرجة؟ تعال شوف الكذب ده. هذا ليه؟ هذا ليه في الكتاب ده؟ تعرف الكتاب ده؟ طبعه وين؟ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة. عشان كده الدولار ده والله الله يحلنا. بس انت عارف العيشة دي لقدام؟ انا خايفة تحصل مليون جنيه، لانه محل ما بتمرق البقرة بتاعتنا دي بيمرق كفر زي ده. يا اخواننا انا ذاتي خليك من البشر، الكمبيوتر الطبع الشغلة دي ده جايبينه من وين ده؟ يا اخي في كمبيوتر بيتحمل الكلام ده ذاته؟ دي ما مشكلة هسي. قام قال لي راح، قال مشى، قال له ده قبر ابوي، قال له زول متأكد عشان ما نشوف لنا قبر مرة ولا ورطة كبيرة تاني؟ قال له متأكد. قال له قوم، قال قام. فقال الرجل هل قامت القيامة؟ شوفوا الكلام ده كيف. قالوا لهم يا ناس مجاهدين الزول مالكم؟ شوف الكلام ده كله استهزاء بالدين واستخفاف. قال بعد ذاك قال له ولدك ده عبادته كثيرة لكن انت ما راضي عنه، والفقر جوك عشان تشفع فوقه. قال له ابو الشيخ عشانك شفعت فوقه. وتاني جا راقد راقد. انا برقد براي؟ والله ما جريت الولد ولا الشيخ اصلا ما ارقد براي. يا ناس ربنا قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وربنا قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما بترجع تاني. شوف روحك دي مرقت تاني رجع عليك ماف، إن دفنت تاني رجع عليك ماف. ولذلك يا أخواننا ديل اللي بيهدوا في الأمة، الشرك ده مشكلة كبيرة. ربنا حذر منه الأنبياء في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. دي قصيدة واحدة بس عشان ما نطول بالناس. قصيدة بتاعت أحمد الطيب البشير اسمها يا نفسي أمرحي. ليه طيب مرحي؟ قال هو سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير وهو مؤسس الطريقة السمانية بالسودان، ومرح هي بلدته وتقع شمال مدينة أم درمان على بعد 40 كيلومتر تقريبا. نشوف قال جوا شنو عن مدح هذا الشيخ. قال يحضر مريده في النزع والقبير. الشيخ بيحضرك في النزع لما يطلع شنو الروح، والقبير في شنو في جوا القبر بيعمل شنو؟ براه وجاوب. قال للحجة يلقن صفحة 40 من كتاب ليك سلام مني للبرعي وأجازوا في ورق ميداع وطبعته دار الأسباط، أظن أجم هندسة بيجاي تقريبا بتوزعها برضو دار عزة بيجاي. طيب قال للحجة يلقن بأحسن التعبير وله يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. قال الشيخ بيحضرك في النزع عند قبض الروح، وده كفر بالله وكذب. ليه؟ لأنه ربنا قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، دي شنو؟ الروح. وأنتم حينئذ تنظرون إلى الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فربنا قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ده نمرة واحد. وأما في القبر فقد جاءت السنة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان أن الإنسان لا يأتيه في قبره إلا الملكان، الملكين اللي بيجوك ويسألوك. والناس على قسمين، مؤمن يقول ربي الله
وهذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام ودينه الإسلام، فيفتح له من الجنة ويفرش له من الجنة، وينادي منادي من السماء صدق عبدي، وهكذا. والصنف الثاني الذي يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب إلى آخر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده قال البرعي جاب لك خيار ثالث، إنه بيجيك الشيخ شنو بيونسك جوا القبر. قال للحجة يلقن بأحسن التعبير، بيلقنك في القبر وعند قبض الروح تقول لا إله إلا الله، وفي القبر تقول ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل هو محمد عليه الصلاة والسلام. وده أخواننا كله من الباطل، إلى أن وصل وقال في مصر تجزأ للأربعين أحد. قال جاء في الأزاهير، أي أزاهير الرياض، أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي في مصر، لما دخل سيدي الشيخ رضي الله عنه بلادنا وافق دخوله شهر رمضان، فطلبه في يوم واحد نحو أربعين رجلا من تلامذته للإفطار عندهم، وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. فلما غربت شمس ذلك اليوم وآن وقت الإفطار تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين أربعين، وحضر عند كل واحد منهم. ده أيضا من الباطل الموجود، إلى أن قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد، وقام شرح البرعي برا. أنا ما أعرف الناس دي بتجيب الكلام ده من وين. قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير إلا أنه نسب إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب، حيث قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله ست بنات، فشكى له يوما. تشكي للشيخ ليه؟ أسأل الله وامشي راجع الدكتور، لو أنت عندك مشكلة في البخاخات امشي راجع الدكتور عشان الشيخ يوريك الحاصل، لكن تجري للشيخ يا زول من ناحية بتاعت رجولة، انت المرضي على الرسول عليك انت ولا للشيخ؟ ده ذاته زول عجيب ذاته. قال فمشى للشيخ، المهم مشى. قال له تجيب واحدة بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها الشيخ. وعائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ده مش يمس، ده مر يده عليه، لأنه ده الشيخ والشيخ قلبه نظيف. عشان كده البرعي قال لك في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة وإذا ألفيت لميت يعني منكرا في قولهم أي الأولياء أو فعلهم لمحرم أول بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. الشيخ بيشوف المرأة اللي بيجوز ليه عريسة لو صافحها وهو من الكبائر بيشوف إنه دي زي أخته، عادي ما في أي حاجة. ده كله كذب على الشريعة وإبطال لكثير من الأدلة وكثير من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال فمر الشيخ يده عليها تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، قال فقلبت ذكرا من حينها، بخيتها انقلبت جادين، انقلبت طوالي. يا ناس ده شنو ده الدين الرسمي في السودان. انا كده من ناحية بس بتاعت فهم بتاع دنيا ساي. اذا انت ملحد تب شيوعي ولا غيره، والغريبة إنه الشيوعيين ذاتهم بيدافعوا عن الصوفية وغيرهم من الملاحدة والمجارمة والطرق والفرق إلى آخر. يا أخي أنت لو عندك فهم، بس فهم بتاع دنيا وسياسة، الناس دي المفروض تحاربهم، لأنه الناس دي بيلغوا العقل بتاع البني آدم مرة واحد، يلغوا لك مرة واحد ما بيبقى عندك أي عقل. دي فرقة دخلها في الدين عملت بلاوي كثيرة. إحنا ما دارين نتكلم عن المسائل السياسية، يكفي هذا العار وهذا الضلال في العقيدة والانحراف، وأن يكون الناس عبيدا لمخلوقين وعبيد مثلهم. بني آدم زيك تعبد من دون الله، ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودي المسألة الثانية الربوبية. المسألة الثالثة توحيد العبادة، وهو أن تصرف العبادات لله سبحانه وتعالى. وهذه هي التي كانت فيها المشكلة بين الرسل وبين أقوامهم. والموضوع ده فيه مشاكل صح،
الموضوع ده فيه مشاكل. وأغلب البشر وأكثر الناس ما يريدون أن يفرضوا الله بهذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد العبادة. وحتى الناس اللي كانوا بيزعموا إنهم بيدعوا للموضوع ده بيقوا ينخوا منه، صار السنة. وغيرهم في امثال بيزعموا إنهم ناس سلفيين، الموضوع ده ذاته بيقى عليهم حار. واحد اسمه مطر مسؤول أنصار السنة بكردفان قال نحن والصوفية والشيعة، نحن والصوفية والأخوان المسلمين، قال الخلافات بيناتنا بسيطة، وقال نحن ما بنرضى في الصوفية والأخوان المسلمين وهم ذاتهم ما بيرضوا فينا، وقال خلافات بسيطة بنقعد في الوطن بنحلها هاي. وقال الصوفية أهل سنة وأخوان مسلمين أهل سنة وأنصار سنة أهل سنة، ودي قاعدة الأخوان المسلمين. وده عبارة عن أخواننا إذا قسناه بكلام ناس الطب، هذا الدكتور دكتور فاشل، بدل ما يفتح الجرح وينظفه ويجيه ده قام شنو طبطبه. زول جاك عنده مشكلة جرحه من جوا، الله يكرمك عامل صديد وعامل بلاوي، بدل تفتحه وتمرق الشغلة تقوم تلفه بشاش وتغش المريض، ما بتتقرقر وبتحصل بلاوي وبيبتروا له والعضو ده اللي بيطبطبه. ويبطلون بذلك قول الله سبحانه وتعالى في محاولات يائسة وبائسة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن الهزيمة والشر والبلاوي بتجينا مع الشرك كرعية. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد ما المقصود به تبرج النساء وإلى آخر، لا، وإن كان ده من الفساد. العلماء قالوا الفساد المراد في هذه الآية هو غلاء الأسعار وجور السلطان وشدة المؤونة وذهب البركة. بسبب شنو؟ بما كسبت أيدي الناس. وأعظم ما كسبت أيدي الناس الشرك بالله والضلال والباطل الذي ينشر ويدرس الآن. ودي أخواننا قضية المؤمن، ودي لا نزال نضرب على هذا الوتر حتى يرجع الناس إلى هذا التوحيد الذي من أجله خلقنا وفطرنا الله. بلاوي مشاكل ديل دارين يميعوها، خلوا لك الشغلة واحدة. ناس بيجيبون في التلفزيون تاع الكباشي، قال أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي ربنا اداه كن فيكون على لسانه. أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي ربنا اداه كن فيكون على لسانه. زي ذاك قال في طبقات والضيف الله قال درجات الأولياء ثلاثة، صغرى ووسطى وكبرى. قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على ظهر الماء. دولي لسه يا دوب سجل بس تسجيل، جاب 94 وخش طب جامعة الخرطوم يا دوب واحد. قال ووسطى أن ينطقوا بالمغيبات، وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال والدرجة الكبرى وهي درجة القضبانية بحيث يقول للشيء كن فيكون، وهذه درجة ولد دفع الله. ده لسه ما جاك وما ورانا وقاموا قطعوا الكلام، فهمت؟ وكلام كثير. الأولياء بيحيوا الأموات، قال حسن وتحسون أحيا نفرين، أحيا قال بنت الرئيس في الخشاب وأحيا عفيشة والدبكر. وجابين برضو في طبقات والضيف الله الولي عملوا له، قال لي مرته عمل لي جدادة، عملت لي جدادة ما عجبته قال لي الجدادة قومي، الجدادة لبست ريشة وتخرجت. يا ناس نحن قاعدين وين؟ ده كله كفر بالله موجود قاعد هنا، عشان كده الأمة دي ما بتتقدم. والأخوان المسلمين عاملين الهوس ده، وديل برضو من الأحزاب، انت قال ناس إنهم ديل من الأحزاب، وديل نشروا التكفير، ناس سيد قطب وحسن البنا، وديل الجدادة الكبيرة الفقسوا منها سواسيه، داعش تابع للجدادة دي، جبهة النصرة تابع لهم، ما أعرف ليك السرورية تابعين لهم، حركة الجهاد الأريتري تابع لهم، بوكو حرام تابع عليهم، مين تابع عليهم؟ كلهم تابعين للجدادة دي، الأخوان المسلمين مرقوا كلهم من كتب سيد قطب. آخر صفحة في الكتاب ده قال وجود الإسلام قد توقف ولا يوجد مسلمون اليوم. قال وإن ظل بعضهم يردد على المآذي لا إله إلا الله، إسلام ما أفقال، وينشر هذا الفكر، فكر سيد قطب في البلد دي، ودي الموضوع المهم، وده فكر الخوارج الذين كفروا الصحابة امتداد لهم، الدكتور عبد الحي يوسف والدكتور الأستاذ الدكتور على الدين الأمين الزاكي، الأمين الزاكي وداك بتاع الحاج يوسف مدسر أحمد إسماعيل، ومحمد الأمين إسماعيل نائب الرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ومحمد عبد الكريم، ديل يحملون هذا المنهج التكفيري الخطير وجاهزين للبلاغات.
فهمت؟ عندك بلاغ تعمله، دار تضبحنا اعمل، الحمد لله ما ارقي الله شغلك، فهمت؟ ودارين نبين للشباب، والله يا شباب نحن دارين الموضوع ده نصيحه لكم، عشان نادي بتغشكم، نادي دارة تلعب بكم، بيجوكم واحدين هنا ويتكلم وا 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 وا، عشان يمشي ياخذ لهم مرتب بغادي. لعب ساكت. لعب. ديل الناس المجارم، والناس الفاتوا تشت من جامعة وين وجامعة وين وجامعة وين ومشوا وين ومشوا وين، ديل كلهم تربوا على هذه الكتب. وهم تلاميذ لهؤلاء المذكورين، قاعدين يقروكم هنا. ده الحي يوسف في كتاب بتاع رسالة الدكتورة شالها من أم درمان الإسلامية، عشان ما تتغش يا دكتور، ما تتغش. في واحد عنده جريدة اسمه الطيب مصطفى، قاعد يدافع، قال لماذا هذه الحملة على دكتور عبد الحي يوسف؟ أنت قريت كتابه بتاع الدكتورة؟ ما سؤال بس بسيط كده من غير كوارك، ولماذا الحملة على الدكتور؟ حملة أنا بتاع نكشر نحن، أنا بتاع محلية، أنا ما عندي معه موضوع شخصي، أنا موضوعي معه في الدين. هو بيمدح سيد قطب، سيد قطب في الكتاب العدالة الاجتماعية نبذ الصحابة، نبذ عثمان بن عفان رضي الله عنه، طعن في عثمان رضي الله عنه، قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الإسلام بروح شنو كده ما عارف أن يعلم أن تلك الثورة كانت من روح الإسلام، وأن الخلافة قد أدركت عثمان وهو شيخا كبير وكان مروان يدبر الأمور على غفلة من عثمان، أو كما قال، وقال ويمكن أن نعتبر أن خلافة عثمان هي فجوة بين خلافة الشيخين بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. يا أخي ابن عمر رضي الله عنه جاء واحد ما بعرفه بعد ذاك تاب ولا ما تاب، ما الموضوع ده ما راجعنا، قال لابن عمر أو جاء للناس في مكة قال لهم من الشيخ؟ كبيركم منه يعني؟ وطبعا ده الاستخفاف دائما بيعملون للمجرمين المضلين. قالوا ابن عمر قال إني سألك عن ثلاث. ابن عمر قال لي وسأل، قال أتعلم أن عثمان تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال له نعم. قال أتعلم أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال له نعم. قال أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال الله أكبر، وهم أن يذهب، فقال له عثمان تعال أبين لك. أنت جاء ابن عمر قال له تعال أبين لك، جاري ما شوين أنت. وده نفس الشغل بتاعنا سيد قطب وناس الطيب مصطفى. ودي نصيحة لك والله، نصيحة لوجه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب الذي انفرد بإخراج البخاري، رأى رجلا يشرشر من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالشق الأول، فلا يرجع إلى الشق الأول حتى يصح هذا الشق كما كان، فيفعل به مثل ما فعل بالمرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذان، في نهاية الحديث قالوا هذا الرجل يكذب الكذب فتبلغ الآفاق. ابن عمر قال له أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهم رجل شهد بدرا وأجره. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى أهل مكة، ولو كان أحد أرضى عند النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان لأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشيع أن عثمان قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على الموت، وقال هذه لعثمان ثم ضرب له، فكانت اليد النائبة عن عثمان يد منه؟ يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد غفر له، وأنت وأصحابك لا تريدون أن تغفروا له. قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم قال لو اذهب بها أرغم الله بأنفك، دعا عليه، لأنه ده زول مضل يستحق الدعاء. وده فيه من الفوائد إنه زول لما يكون مجرم وما داير الحق ممكن تدعو عليه، فهمت؟ عشان ما يجيك أنصار سنة يقول لك أنصار سنة عالم جميل، ولا بد من الانفتاح والانبطاح، ما أعرف ليك شنو يا زول، ده شغل شنو يا زول،
فهمت؟ فدعا عليه، دعا عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والكلام يطول في صيد قطب. بيقول القرآن موسيقى، ده في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم الصفحة 111، وكمان الجزء اللي كتبه في الموضوع ده راجع واحد اسمه محمد الحسن الشجاعي، قال وهو مختص في الإيقاعات والألوان الموسيقية. راجع عليك القرآن وقال ناخذ نموذج كده، نرجع عليك ناخذ نموذج. وبعد ده قال العرب لما قالوا القرآن شعر، قالوا هم العرب كلامهم غلط، لكن برضو قال العرب ما كانوا أغبياء عشان يقولوا القرآن شعر ساكت. قال ده سيد قطب ذاته، يعني في النهاية القرآن شنو؟ شعر. ما ده كلامه. لو داير نفتح لك صفحة 102. طيب الموسيقى في القرآن الصفحة 110، القرآن قال فيه موسيقى. طيب طيب قال صفحة 110، قال بيتكلم عن التنوع بتاع الأسلوب الموسيقي في القرآن. قال فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها. يا ناس القرآن ده ربنا نزل ونهتدي به ونقراه والزول يخشع فيه، تجي تعمل لنا برضو موسيقى؟ يا أخي كفاية تمشي مرطبات، تمشي حافلة، تنزل الشغلة كلها موسيقى، برضو القرآن ده تدخل فيه موسيقى؟ قال فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باضطراد لا يستثنى، وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ ولا لنا نحن أيضا، ولكن نحسب المسألة أيسر من ذلك إذ نحن اخترنا ألوانا متباعدة وأساليب متبينة من هذه الموسيقى في صورة النازعات. داري وريك بعد الموسيقى في القرآن، أسلوبان موسيقيان وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام. أولهما يظهر في هذه المقطوعة السريعة الحركة القصيرة الموجة القوية المبنى تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف على النحو التالي، نازعات غرقة نشطات نشطة إلى آخر. قال والثاني يظهر في هذه المقطوعة ألوانية الحركة الرخية الموجة المتوسطة الطول. أنت شغال في إذاعة، شو الكذاب المجرم الضال اللي اسمه سيد قطب ده، لعب الدين يا ناس. والصفحة 200 هنا بيقول لناخذ موسى، ولا بقول عليه السلام، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، كرر 7 مرات. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. في هذه الآية دليل على إنه أي زول بيمدح سيد قطب ما تبقى معه، صار السنة ما تبقى معهم، لأنه نائب الرئيس محمد علي إسماعيل بيقول لا بيتكلم عن سيد قطب بيقول قال لا أبا الله إلا أن يتم كتابه، يعني بيعتذر له، فهمت؟ أيوة. وقال كتاب ظلال القرآن قيم في مجاله جنى عليه كثير من الناس. نشوف الجنى جنوا عليه كيف في الكتاب بتاعه، بيقول بينكر استواء الله، قال ده كناية عن الهيمنة والسيطرة، استواء الله على عرشه. والعلماء أجمعوا على أن الاستواء صفة ثابتة لله، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال فوق خلقه علوا يليق بذاته سبحانه وتعالى. قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. الغريبة جاء رئيس المجلس العلمي اسمه الهواري بتاع أنصار السنة، قال قد تكون كلمة عصبي دي قال ما سب بلغة المصريين. يا ود الحلال، هل الكتاب ده مكتوب بلغة المصريين ولا باللغة العربية الفصحى؟ بعدين نفترض انه عصبي دي وافقناك معاه. طيب قال ده نموذج، شوف الكلام ذاته كلام بتاع استخفاف كيف، للزعيم المندفع المندفع، دي رايك فيها شنو؟ وقال وهنا يبدو التعصب القومي، دي رايك فيها شنو؟ وقال كما يبدو الانفعال العصبي، وبعد ده قال فيثوب الى نفسه شان العصبيين. ده كله في نبي كريم من أولي العزم من الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه، قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ربنا قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وغيره من الكلام الكثير، وطعن في نبي الله داود وغيره من الكلام. المهم نحن ما دارينا نطول بالناس، وفي أحزاب كثيرة جدا أحزاب تطعن في الدين، زي حزب الأمة القومي اللي بيقول لا من شاف اليومن ومن شاف ليكفر، وفي زي ناس الترابي اللي بيقول عيسى ما نازل وما في عذاب قبر، والمرأة
المرأة شهادة المرأة وشهادة الراجل واحد، وما يجوز تطبيق الشريعة، وإنه عيسى ما نازل، وكلام كثير، والتسليم في الصلاة، فهمت؟ وغير الطعن في 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 الآيات والأدلة والكلام الكثير الموجود إن هذا الرجل. ولذلك نحن رسالتنا لأنفسنا أولا ولجميع الناس، الناس ما تتحزب، والله يا أخواننا الزول الدائر ينجو أمام الله سبحانه وتعالى، وده أهم حاجة، أهم حاجة، ما تتحزب ولا تبقى تبع جماعة ولا حزب، ولا تبقى تبع حزب. ستكون أنت عبارة عن وقود، تعرف الوقود يكبوك بنزين، هسي أنت مش بتكب بنزين، لو فولت ما بنتهي، بنتهي صح، بتبقى وقود، تخش مع الجبهجية يا لله يا لله، ما أعرف ليك إنهم نتورونا عشان نقوم نصلي الدوشكة خمسة ملي، وإنت بتتوروك إنت نافع، تخش مع أنصار السنة وشنو كده سندق وآخر وكلام كثير، تبقى مع ديلك برضو على شيوعين، ودخلت نملة وخرجت نملة، وحكاية القردة شالت نملة، تبقى مع المستغلين. التحية لستات العرق والمريسة التي تمارس بالليل الدعارة فتنجب أولاد الحرام، ونحن أولاد الحرام، تخش وتحلال تمرق وتحرام، أوست كله موجود دي الأحزاب، تخش مع ديل تمرق تكفيري عادل، فهمت؟ زي ما قال على دين الزاكي في كلية الطب لطلاب كلية الطب، يستدل ويفهم فهم نفسي فهم الخوارج لآية من كتاب الله فهي غلط، علماء قالوا ليست على ظاهرها، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، العلماء قالوا ما على ظاهرة، ليه؟ لأنه دي بتكفر لك أصحاب المعاصي لو أخذت على ظاهرة، فهمت؟ عشان كده السلف أجمعوا، نقل الإجماع ابن القيم في مدارج السالكين، وابن تيمية في مواضع في الفتاوى، وفي الرد على الرد على 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 كم واحد جاب الكلام ده، فهمت؟ جابوا شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلوا عن السلف عن ابن عباس وتلاميذه وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما تبقى معهم، أنت حتبقى وغوت، يشتغلوك ترفع وتكورك وتمرق مظاهرات ويضربوك وغيره من الـ من الـ من الأساليب تاعت الأحزاب والحزبية، وفي النهاية أنت بتضيع ساكت، تضيع ساكت، والله ما تلقى أي حاجة، لا تلقى دنيا ولا تلقى دين ولا تلم في حاجة. ولذلك وصيتنا للناس، الناس أخواننا تمسك في الدين، ولا تسمع كلام الأحزاب اللي بيطعنوا به في الدين، والله اللي بيطعنوا في الدين ديل ما بيعرفوا عن الدين أي حاجة، أي حاجة ما بيعرفوها، ما بيعرفوا أي حاجة عن الدين، زول بيجي يتكلم لك في الدين، والله أسي اللي بيطعنوا في الدين ديل كلهم بصورة الكافرون، والله ليس ساعة واحدة ما يمرقوا من هنا، ليس ساعة واحدة، قول لي بس سمع عليه صورة الكافرون، والله ليس ساعة واحدة ما يمرق مني، شفتها؟ وفي واحد ما يقدر يخشوا في الصورة دي ذاتها، الصورة دي بدوها كيف ما يعرف يا أخي، أنت ما بتعرف التوحيد والأبجديات في الدين، دار تجي تطعن في دين وتلغي دين، وناس يطعنوا في الصحابة، فهمت؟ زي ما بيعملوا الشعبيين يطعنوا في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وينبذوا الصحابة، وهنا في المحلة دي كفروا الصحابة شعبيين، فهمت؟ وشيعين يجي يسبوا الدين وكلام يعف عنه اللسان وكلام عجيب، ده كله بسبب هذه الحزبيات التي زرعها أعداء الإسلام. عشان كده ربنا قال ولا تكونوا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. الإنسان يا أخواننا يوحد الله سبحانه وتعالى ويجعل المتبوع واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد بس. سؤال من ناحية بسيطة كده، الرسول عليه الصلاة والسلام سلك الطريق ودخل الجنة وهو من أهل الجنة وهو السيد أهل الجنة، طيب الناس اللي بنباريهم ديل كده خليك منهم في النار والجنة، أنت عارف مصيرهم وين؟ ما عارف، ما تباريهم يا أخ، ما تباريهم، صراطهم ده ما الصراط المستقيم، لأننا لا نعلم لا نعلم أين وصلوا الآن، ولكن نعلم أين وصل النبي عليه الصلاة والسلام وأين وصل الصحابة، فنفهم الدين كما فهموه ونطبق الدين كما طبقوه، لعلنا أطلنا على الناس ونصل إلى نهاية المحاضرة إذا كان في سؤال أو سؤالين. شيخ مزمل موجود؟ أيوة. الإسلام بالطرق الصوفية، الإسلام يا أخواننا دخل السودان على يد الصحابي الجليل عبد الله ابن أبي السرح في زمان عثمان رضي الله عنه سنة 33 تقريبا هجرية، عمر الخطاب نهاية خلافته 23، من 23 إلى 33 كانت خلافة عثمان رضي الله عنه،
راجع ابن كثير وغيره من الذين اهتموا بتاريخ السودان، خاصة ابن كثير. فديل الصحابة الكرام رضي الله عنهم دخلوا الإسلام في السودان، وأول مسجد معروف مسجد عبد الله بن أبي السرح موجود في دنقلة، وإلى الآن تقريبا موجود، مش ناس بيعرفوه، معروف الآن، مسجد مشهور جدا. والصوفية باعتراف والضيف الله في الصفحة 8 من طبعة الدار السودانية للكتب دخلوا السودان. أول صوفي تاج الدين البخاري البغدادي القادري، تاج الدين البخاري البغدادي القادري، وقال هو ذاته والضيف الله باعترافه وجد إنه الناس عندهم فقه ووجد في خلاوة للقرآن، قال ولكن أول من أدخل طريق القوم الصوفية هو تاج الدين البخاري البغدادي في النصف الثاني من سنة 950، النصف الثاني من سنة 950 هجرية، يعني التسع قرون أو العشر قرون كان الإسلام إسلام الصحابة رضي الله عنه. ثم أدخل هذا الرجل التصوف وليس الإسلام إلى السودان. نفترض جدلا أن الصوفية دخلوا الإسلام في السودان وهم ما دخلوا، نفترض جدلا، ماذا أدخلوا؟ أدخلوا دعاء غير الله، وأن الأولياء تصرفون في الكون، وإنك بتعبد الله لغاية ما تبقى أنت الله ذاته، زي ما قال محمود محمد طه وهو شال كلامه ده من الصوفية، وزي ما قال الحلاج وابن عربي وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة وأعبده ويعبدني وأحمده ويحمدني سبحاني سبحاني ما أجلني وأعظم شاني، ده كله قال الصوفي. فدخلوه ودعاء غير الله إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، ده من الشرك. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وكان السبب ده سبب تسلط التتار، ابن تيمية رحمه الله، والكلام ده جابه ابن كثير رحمه الله. التتار لما خشوا البلد كلها صوفية طرق، فهمت؟ الناس بدل ما يكاتلوا التتار بيقولوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ربنا قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فدخل التصوف والبدع والكشاكيش والنوبات، وده غير الكلام اللي قالوا عنهم العلماء، زي ما قال الإمام القرطبي في تفسير سورة طه لما سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي، القرطبي بيقول لك الإمام أبو بكر الطرطوشي قال له عندنا ناس بيرقصوا وبيجتمعوا على السماع ويضربوا بالقضيب يقال لهم الصوفية. فقام الإمام أبو بكر الطرطوشي قال لي يرحمك الله، يعني ما أنت ذاتك، يعني أنت النازل معارفهم، مذهب الصوفية مذهب ضلالة وجهالة وبطالة، فهمت؟ ونقل العلماء عن الإمام مالك إنه واحد برضو سأله قريب للسؤال ده عن الصوفية، ناس بيأكلوا ويأكلوا تمام وبعد ذاك يقوموا يرقصوا، فالإمام مالك قال لي أصبيان هم؟ شوف مرفوع عنهم القلم. لا. أمجانين هم؟ قال لا. قال فضحك الإمام ووضع كمه على فيه ثم دخل، فقال تلاميذ الإمام مالك لقد أفسدت علينا شيخنا، لقد صاحبنا الإمام كذا وكذا من السنين فما رأيناه ضاحكا قط. ديل الإمام مالك ذاته يعني ضحك من كلامه ده. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ما تصوف رجل أول النهار إلا وأتى عليه آخر النهار وهو أحمق، لأنك بتقول زول، بتكون زول تمام، تقلع الجلابية البيضاء أو البنطلون والقميص أو الحاجة المجيها والريحة وكده، تلبس المرقوعة وشيلوك سبحة، سبحة ذاته لو ربطها في أربع مواتر بتشغله طويلة جدا، فهمت؟ وبيكون فيها شوالين عشان تشتغلها، بتكون قاعدة في الشوال ده بيفرغها في الشوال ده تاني قبل يرجعها كده، وتبقى وسخان وما تستحمى ولا تتعطر، فهمت؟ وفي واحدين بيقول لهم الملاماتية، ملاماتية ديل بيفعلوا الفواحش عشان الناس يلومهم، واحد بياتي البهائم زي ما قال ود بدر، قال وإذا رأيت منهم من تعدى وناح وفعل أفعالا قباح ولو أنه ياتي البهائم فلا تنكر فلربما يحصل للنخل اللقاح وربما طار الجناح والبتاح وانت ضايع ساح، فهمت؟ هو الساكت. فده مذهب الصوفية، ده المذهب بتاع الصوفية، فهم حتى لو دخلوا الإسلام، حتى لو دخلوا الإسلام الصحيح، الآن ما هو التصوف؟ ما هو التصوف؟ القباب والأضرحة
والمشي للميتين غشوا أهلنا يا ناس، كثير من أهلنا ماتوا على العقائد دي، ناس يمشوا للجباب، ناس خايفين من ميت، تجيك جريدة الدار قالوا ما طلعت موية من عبد المحمود فيها ثلاثة فوائد، فائدة الأولى من شربها لن يظمى بعدها أبدا، دي أول فائدة، وفيها شراب من جميع الأمراض، وفيها وفيها وفيها. بيجاي مرقة واحدة في العزازي جابتها جريدة الدار برضو، قالت جاني المكاشفي بعد 60 سنة مما مات عمل لي عملية عملية لوز، وجاب معه شاش من الجنة. فهمت يا ناس؟ الجنة دي ربنا قال فيها ما تشتهي الأنفس، انت بتشتهي شاش من الجنة يا ناس؟ ما تلعبوا علينا. فهمت؟ يظهر واحد برضو في أم درمان، ظهرت شجرة الدار طوالي جرت بالصورة والقلم والحدث الكبير، وننقل لك البتاع لتكتبل عندك الرؤيا. يا ناس تجنود العظيم. فهمت؟ بيجي يظهر واحد بتشتش في الناس. فهمت؟ الناس كلها مشت اتشت كويس، واحد بيعضي يا ناس يا خل بتيجي تقول قول ماخذ احاديث الكي. البيعضي ده موضوع شنو؟ سنونه دي فوق شنو يا زلمه؟ انت بدرج انت؟ ها؟ يعضي في الناس وداك يمد له كراعه يا ود الحلال. يا اخ تعال انا بجيب لك 4 كجامات بنجمنك. والله يا اخوانا ده لسه في السودان كويس؟ انا العالم ده كله بيضحك علينا. فهمت؟ ناس يا اخ بيعملوا عمايل عجيب. واحد مشى الحج دار يمشي يعمل الاعمال الوثنيه في قبر النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا من السنه اذا مشيت وقصدت بالزياره المسجد النبوي تبعا لذلك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه. العسكري منعه قال له ما تسوي كده وكده. قال له يا اخي انا عندي 40 سنه قال لي ما بعمل عمايل دي. قال له 40 سنه بقى يتبرك به وهو ذاته. فهمت؟ يعني شغله حلوه كيف؟ ناس جهل عجيب، وفي ناس بيشربوا مويه الوضوء بتاعت الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك في الحديث انه الخطايا بتنزل من البني ادم بيدينه وبكرعينه. عرفتها؟ بتنزل بيدينه وبتنزل بكرعينه وكده. فانت بتشرب خطايا الشيخ، انت افهم، تشرب خطايا الشيخ ده غير الوسخ والحاجات الثانيه الغير مفيده، ما تتورط ساي. فدك يا اخواننا كلام عجيب. نختم يا اخواننا بس باخر سؤال، تفضل. طيب قال الصوفيه الشيعه بيكفروا سيدة عائشه والشيخين وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا اخواننا العلماء قالوا شر الناس الشيعه. ابن تيميه رحمه الله الف فيهم كتاب كامل سماه منهاج السنه النبويه في الرد على اهل الشيعه والقدريه. قال سئل اليهود من خير اهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئل النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى الحواريين. وسئل الشيعة من شر أصحاب ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام ده كيف يا أخي، ربنا مدحهم. الخطيب البغدادي قال لو ما في آية ولا حديث مدحت الصحابة قال لكانت الحالة التي كانوا عليها من النصرة للدين ومن الخروج من الأهل والأولاد ومن بذل النفس في سبيل الله لأوجبت هذه الحال أن يقطع بعدالتهم وبالترضي عنهم. ناس جاهدوا في الدين، أرواحهم مرقت في الإسلام، ناس فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وبأهلهم وخرجوا وتركوا أوطانهم لله سبحانه وتعالى ونصرة لهذا الإسلام يسبوهم ديل. فهمت؟ والآن بقت في قنوات كثيرة تنشر. والآن المتولي المذهب ده الشعبيين، شعبيين متولين المذهب بتاع الشيعة. فالطعن، العلماء قالوا الطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة عائشة رضي الله عنها كفر. ليه؟ لأنه نزلت براءتها من فوق 7 سماوات. والعلماء قالوا قاعدة وانت دي احفظها عندك، نساء الأنبياء لا يقعن في فاحشة وإن كن كافرات. ربنا قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. العلماء قالوا هذه الخيانة هي خيانة العقيدة وليست خيانة الفراش. نبي مرته بتعمل فاحشة مف، هذه عصمة للأنبياء
عرفتها؟ فدال يجي يتهموا السيدة عائشة المبرأة. يا أخي أنت لو اتهمت السيدة عائشة أنت اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا قال الزانية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، صح ولا ما صح؟ وربنا هناك لما برأ عائشة رضي الله عنها قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولذلك أخوانا الشيعة ديل ما دخلوا بلد إلا أفسدوها. ومما تلقى الزول بيطعن ويستخف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وانت قال بيبدو كيف في الجامعات؟ يبدأ لك بمعاوية رضي الله عنه، وكان وكان وكان، هو إنسان كذاب. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، ربنا أتمن على الوحي، انت دار تطعن فيه يا شعبي أو يا شيعي؟ معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. معاوية رضي الله عنه لما قال بعض الناس أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، فقال له لغبار دخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل عمر بن عبد العزيز. شوف الكلام ده كيف يا أخي. الصحبة دي العلماء قالوا شرف الصحبة لا يعدله شيء. زول عيونه دي شافت النبي عليه الصلاة والسلام، دي ما بتتلحق تاني، ما بتتلحق. معاوية رضي الله عنه ابن عمر سئل من أسود الناس؟ قال معاوية. أسود أي صاحب سؤدد وأحق بالملك. فقيل له فكيف بالشيخين وأبو بكر وعمر؟ قال هما أصلح، أو كما قال وكان معاوية أسود منهما رضي الله عنه، ومناقب كثيرة جدا، ونصر الإسلام نصرا مؤزرا، وأتمنه عمر رضي الله عنه 20 سنة على الشام. قال 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 الإمام الذهبي رحمه الله فما علم أن أحدا هجى معاوية رضي الله عنه. ما في زول هجى معاوية، لكن شوف الملوك ديل تتل من بعد معاوية رضي الله عنه تنازل تلقى فيه هجاء، هجوهم. لكن معاوية رضي الله عنه الكلام ده قال ابن تيمية، قال ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني بتدعو لهم ويدعو لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزون البحر مغفور لهم، وكان أمير هذا الجيش معاوية رضي الله عنه. زول راجل، زول ملك، زول ذو سؤدد، زول سادي مكانته، زول نشر الإسلام، زول خدم الدين، يجوا يطعنوا فوقه شعبيين وغيرهم. قدمتوا للدين شنو وللإسلام شنو؟ ديل بيجوا لقدواتنا الصحابة رضي الله عنهم بيضربوهم. قال العلماء ومعاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر ولج دخل. خال المؤمنين، أخته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه شنو؟ أمهاتهم. وهو أخو أمنا، يبقى بالنسبة لنا شنو؟ خالنا. يا أخي أنت بتطعن في خالك؟ والله والله هو بريء منك وأنت بريء منه. ليه الصحابة يا أخي؟ ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربنا قال وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى دي شنو؟ الجنة. دي الناس الآن قاعدين في الجنة، تجيب مصحف وإن كان دي ذاته بدعة، لكن بنحلف لك كلهم الصحابة ديل في الجنة، شت كلهم في الجنة، عرفتها؟ فلذلك يا أخواننا شوف أسي في الدنيا دي في زول كده لما تلقاه زول بتاع مشاكل وجرام بتختاو صح؟ أو زول يكون عنده مكانة في المجتمع بتختاو، يقول لك هذا زول أنا مالي ومال زول ده، زول ده زول هوا، يقول لك إحنا مالنا ومال المشاكل اللي في المعاو ده، لأنه عنده جاه في الدنيا. صحابة ده اللي عندهم مكانة وجاه في الآخرة. تجي يوم القيامة وخصيمك معاوية رضي الله عنه، تجي يوم القيامة وخصيمك عثمان رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استحى منه. الذي قال فيه علي رضي الله عنه
قال كيف بكم برجل يدعى في السماء ذا النورين، في السماء فوق علي بن أبي طالب.